أسعد الله صباحكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، حلقة جديدة من كلام اليوم في النسخة السابعة من زد رصيدك. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بالنقاد الحصريين حاتم الشهري، حياك الله أستاذ حاتم. أهلا وسهلا، مرحبا، حياك الله. حياك الله يا علي. الله يحييك ويبارك فيك. بس 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 خلاص وقف كذا، هو يبغى كذا، وقف، مرحبا فيك، خلاص أهلا. أي حياك الله منصور. شكرا. والله انكم ابطال، اقسم بالله انكم ابطال. بس مع السلامه. ايوه يلا اكرم. لا هو المقصد انا الحين اقول حياك الله حاتم سان. مثلا او حياك الله يا فلان، يجي هو يقول الله يحييك ويحيي فلان وفلان ويحيي المخرج والاخوه والاخوات الاعزاء والمشاهدين والمشاهدات والاخوه في كوكب الزهر، في كوكب الشمس وكوكب القمر وكوكب الارض والمجرات. خلاص يا اخي رحب فيني، رحب فيني، خلينا نمشي بسرعه. الله يحفظك استاذ هاني. خلاص لا لا والله لا وقف، اذا هو ينتقد 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 وجهه ينتقدني ينتقد. اسمع، اول شيء الله يحفظك، الترحيب من سمات واخلاق العرب، الله يحفظك اولا، ثانيا الله ينفع بك وجزاك خير، ما في اشكاليه، ثالثا الوقت ترى مكتوب هاني واللي معه، مو مكتوب هاني فقط هو الحطب اللي معه. لا وعلى فكره ترى يعني احنا معك ثلاثه في الفقره. لا وسام الجوني معطينا ساعه، معطينا ساعة 60 دقيقه، يعني انت اخذت ثلاث ثواني في التقديم، احنا نحتاج 20 ثانيه. لا يا اخي يا اخي، الحين انا رحبت فريق القامدي صح؟ نعم ممتاز. في ضيف جديد اسمه ابو فزاع، له اسبوعين ما جاء، مجهز له ترحيب خاص، فرحبت ابو فزاع اكبر واحد، فقلت برحب بالقدامى ثم برحب ابو فزاع. حياك الله حاتم، حياك الله وليد، الحين بروح ابو فزاع. حياك الله حاتم، حياك الله هاني، وحيا الله ابو فزع. طيب يا اخي كم راح ابو فزع اول واحد؟ اني محترمكم. لا بس يوم احترمك. صادق نعم نعم صادق الوضع صادق. ايوه ايوه نوديك نجيب مرجان هنا، مو معجبكم؟ ها لا 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 معجبنا. خلاص يا حبيبي كنسل الضيوف.